هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. قمة أنقرة تشدد على الإعمار ومكافحة الإرهاب في سوريا، السعي إلى إعادة التوازن في التنسيق الثلاثي الروسي الإيراني التركي تمهيدا لأستنا وفرص الحل السياسي للأزمة. بعد كسر العمود الفقري للجماعات المسلحة حول دمشق، الهدف التالي تصفية النصرة والحد من أطماع أنقرة، فهل ما زالت واشنطن والرياض وحلفاؤهما يملكون قدرة الضغط على دمشق؟ الأمن الدولي يبحث في مؤتمر موسكو، وروسيا تدعو إلى توحيد جهود كل وزارات الدفاع لمواجهة الإرهاب، وتؤكد أن خطر داعش مستمر وكبير. مرحبا بكم. عناوين أساسية خرجت من القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية بشأن سوريا، وفي مقدمتها التشديد على هيبة الدولة وسيادتها والإصرار على الحل السياسي كخيار لابد منه لحل الأزمة، وتأكيد مواصلة محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار. فهل تفضي هذه القمة إلى ما يراعي هواجس دمشق إزاء التدخل العسكري التركي؟ وهل تؤدي روسيا وإيران دور الضامن بشأن تركيا في سوريا؟ هذا في ملفنا الأول في مسائية الليلة. نبحث في ملفها الثاني مؤتمر الأمن الدولي الذي انعقد في موسكو، وفيه تأكيد استمرار خطر داعش ودعوة موسكو إلى توحد كل وزارات دفاع العالم في مواجهته، بالتوازي مع رسالة صينية لواشنطن تؤكد قوة وثبات العلاقة مع موسكو والتنسيق العسكري بينهما. إذن قمة أنقرة للدول الضامنة لوقف القتال في سوريا تتبنى رؤية مشتركة تؤكد عدم السماح بفرض وقائع جديدة على الأرض. رؤساء كل من إيران وتركيا وروسيا يتعهدون إذن بمواصلة الجهود المشتركة لإيجاد حل سياسي يرضي السوريين. مفد الميادين إلى أنقرة سلام العبيدي وهذا التقرير. العنوان العريض والمدوي لقمة الدول الضامنة للحل في سوريا هو الحفاظ على وحدة سوريا وحرمة أراضيها والتصدي لكل مخططات النيل من سيادتها. الرؤساء بوتين وإردوغان وروحاني تبنوا رؤية مشتركة برفضهم كل المحاولات التي ترمي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. روسيا وتركيا وإيران اتفقت على إحباط المشاريع الانفصالية التي تهدد ليس فقط وحدة سوريا وإنما أمن دول الجوار أيضا. التزام قادة الدول الثلاث بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا يحظى بأهمية بالغة في الظروف الراهنة. هذا الموقف المبدئي ذو قيمة كبرى اليوم وسط تزايد محاولات تفاقم التناقضات العرقية والنعرات الطائفية في المجتمع السوري، ويمكن أن تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أجزاء مع الإبقاء على بؤر للنزاعات في الشرق الأوسط لسنوات عديدة مقبلة. البيان الختامي وإن لم يتطرق إلى عملية غصن الزيتون التركية في عفرين بشكل مباشر، إلا أن جزئيته المتعلقة بالتصدي للمشاريع الانفصالية وصون أمن جارات سوريا تبدو مطمئنة لأنقرة. على البلدان الضامنة أن تصون وحدة أراضي سوريا وتوقف إراقة الدماء، وقد وصلنا إلى اتفاق في هذا الصدد، ونحن نعمل بشكل جدي لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وكما تعلمون فإن نتيجة هذه الأزمة واستمرار الصراع خسارة للشعب السوري ولبلدان المنطقة، أما الفائز فهو معروف للجميع. الرئيس الإيراني تحدث بواقعية عمن يقف وراء الإرهاب في سوريا والمنطقة، متوقعا أن المعركة مع الإرهاب لن تنتهي قريبا طالما يوجد منتفعون منها. اليوم لم يعد من وجود لقوى مثل داعش، هناك فلول لكنها ليست قوة كبيرة أبدا، إلا أن بعض الدول العظمى بما في ذلك الولايات المتحدة تريد استخدام هذه المجموعات الإرهابية كأداة للسيطرة على المنطقة. أما التطورات الميدانية في الغوطة الشرقية فقد أسهمت في تطوير الموقف التركي من منتقد للعملية الروسية السورية فيها إلى مستعد للتعاون معها في الجانب الإنساني. لعل الإنجاز الأكبر الذي تحقق في قمة أنقرة هو الالتزام التام بالسيادة السورية. أردوغان وبوتين وروحاني أشاروا بوضوح إلى أن الغرب بقيادة واشنطن هو من يقوض هذه السيادة. سلام العبيدي، أنقرة، الميادين. للنقاش ينضم إلينا من اسطنبول الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير صالحة. معنا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية دكتور أديب السيد.
وكذلك من العاصمة السورية السفير السوري السابق في تركيا الدكتور نضال قبلان. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ من دمشق لو سمحت، لأرى يعني الموضوع السوري هو كان الحاضر الأساسي في هذه القمة الثلاثية في أنقرة. دكتور قبلان، كيف تابع دمشق ما جرى في أنقرة هذه القمة وما خرج منها؟ طمأنة هواجس دمشق، تعتبرها ناجحة، تأتي اتساقا مع رؤية الدولة السورية لمفهوم الحل أو في هذه المرحلة للأزمة السورية؟ مساء الخير أخت راميا، ومساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة مشاهدي الميادين. أنا أعتقد هذه القمة قد تكون الأنجح حتى الآن في تقارب وجهات نظر الدول الثلاثة أو الدول الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، ومقاربة الأزمة السورية بشكل أكثر واقعية. أبرز ما في البيان الختامي التأكيد على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، مع ملاحظة يعني فوارق في طريقة الخطاب، يعني حتى في التقرير الذي عرضتموه يؤكد هذه النظرة. كلام الرئيسين بوتين وأردوغان يعني كان أكثر دبلوماسية ربما في المؤتمر الصحفي المشترك، كلام الرئيس روحاني أكثر مباشرة ربما في يعني وضع النقاط على الحروف، لكن في المجمل في الجوهر أنا أعتقد أن القمة ناجحة، وأن التأكيد على الحل السياسي هو ما يريده كل العقلاء في سوريا، والتأكيد على وحدة تراب الجمهورية العربية السورية ومنع أي مشروع انفصالي على أي جزء من أراضيها هو أمر مبشر بالنسبة للسوريين قيادة وشعبا. طيب سأعود لك دكتور قبلان، لأنه يعني لفتني كثيرا أنه وصفتها بالقمة الأنجح ويعني أقرب ما يكون للرؤية السورية. سأقف عند كلام أردوغان الذي قاله في المؤتمر الصحفي، من على يمينه الرئيس روحاني ويساره الرئيس الروسي بالنسبة للدولة السورية خصوصا بموضوع أفرين. لكن طالما نراها تراها بهذا الشكل، دكتور صالحة، القمة اليوم ما الذي أرادت أنقرة أن تقول من خلالها شكلا ومضمونا؟ وهل هي تأتي اتساقا بالفعل مع رؤية البلدين الآخرين، نتحدث عن روسيا وإيران؟ نعم، مساء الخير للجميع أولا، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا يعني أنا باختصار أريد أن أقول أن هذه القمة هي قمة الرئيس الروسي بوتين بامتياز في أنقرة، لأنه يبدو أنه هو الذي نجح في دفع الأمور نحو الوصول إلى هذه النتيجة، سواء كان في البيان الختامي، مضمون البيان الختامي، أو في المواقف والتصريحات التي سمعناها من قبل القيادات السياسية الثلاثة. نقطة ثانية أظن بوتين نجح فيها، أنه قبل الذهاب إلى القمة الثلاثية كان في لقاءات ثنائية، وهذا يؤكد أنه كان في تباعد في وجهات النظر تحديدا التركية والإيرانية، وأن بوتين هو الذي نجح في كسر هذا التشدد أو التصلب أو التباعد والوصول إلى صيغة. نقطة ثانية، هذه القمة تحولت أيضا كما يبدو إلى قمة التنازلات ما قبل التسويات برأيي، وهذا إنجاز مهم جدا. أنا وصلت إلى هذه القناعة على ضوء ما سمعته طبعا من القيادات والطروحات التي وصلنا إليها. نقطة ثالثة أيضا في غاية الأهمية، أنه الالتقاء حول التجهيز لخارطة طريق جديدة. يبدو أن هذه الخارطة الآن تناقش على مستوى القيادات الثلاث، لكن قد تكون بعيدة عن جنيف ولن تتريث إطلاقا بعد الآن محاولة البعض لعب ورقات القرارات الأممية مثلاً أو التركيز على جنيف وغيره. كان جليا بأنه لا يراد إظهار أي خلافات ربما تعتلي بعض التفاصيل الخاصة بالأزمة السورية، كان يراد إظهار ذلك بهذه القمة، كان المطلوب بالفعل أن تنجح. لكن السؤال الآن يعني ما خرجت عنه من رؤى مشتركة كما توصيفها، الكل قال تناقشنا كل شيء، اتفقنا على كل شيء، هذه القمة مهمة جدا، مفهوم السيادة السورية كيف يمكن أن تلخصه لنا في جملة بنظر تركيا وهي تتسق مع يعني إيران وحتى طبعاً روسيا؟ طبعاً ما هو مفهوم السيادة السورية بالنظر تركيا؟
يعني دعينا اولا نتفق على نقطه اساسيه، انه الذي اوصلنا الى هذا الانجاز في هذه القمه اليوم كان حجم خطوره المخطط، كما فهمنا طبعا من المواقف السياسيه الذي يعد ويرسم لسوريا. لذلك انا ارى انه عمليه التنسيق الثلاثي هذه باتجاه حمايه سوريا والدفاع عن وحدتها وارضها وتماسكها رساله مباشره الى الطرف الاخر. صحيح انه في قمه ثلاثيه اتفقت على أكثر من مادة، لكن نعرف أنه على الأرض هناك لاعبين آخرين، واشنطن وحلفائها من جهة أخرى يريدون لهم مشروع آخر في شمال شرق سوريا، في شرق سوريا وفي جنوب سوريا أيضا. هذه نقطة مهمة أحيلها إليك دكتور السيد. هذه القمة تعني روسيا بأكثر من مجال، ليس فقط بما له علاقة بالمشهد السوري، وإنما أيضا بالنسبة لأطراف أخرى أشار إليها دكتور صالحة. صحيفة لوبينيون تعنون نهاية دور الغرب في سوريا بعنوان هذه القمة التي عقدت اليوم في أنقرة. هذا بالفعل أهم الرسائل التي، أو هذه الرسالة الأساسية التي أراد ربما بوتين أن يقولها من هذه القمة في أنقرة؟ الانجازات، اولا اسمحي لي بالبدء بتوجيه التحيه لك ولضيوفك الكرام. وحقيقه الانجازات التي تحققت الان في اطار القمه الروسيه التركيه الايرانيه في تركيا هي ترتسم تماما في اطار الرؤيه السياسيه لروسيا لتحقيق الحل والتقدم رويدا رويدا نحو انجاز عملية المصالحة في ظل مبدأ أساسي وهام بالنسبة لروسيا الاتحادية لا تحود عنه، وهو أن تتم كافة التسويات وأن تتم حتى مراجعات المواقف لبعض الدول في ظل احترام سيادة سوريا والتمسك بسلامة أراضيها. هذا شعار هام جدا بالنسبة لروسيا، وهي تتمسك به حقيقة منذ بداية الأزمة السورية. وكما لاحظنا من المؤتمر الصحفي الذي جمع القادة الثلاث، هناك قضايا تعرض لها وهي مهمة، ألا وهي قضية اللاجئين التي أشار لها رئيس بوتين وكذلك الرئيس روحاني والرئيس أردوغان، وقضية معالجة القضية الكردية، وهي أيضا الموضوع الذي أثير من قبل الصحفيين الأتراك في المؤتمر. وهنا أكد الرئيس بوتين على أن موسكو متمسكة بموقفها الداعم لحقوق الشعب الكردي ولأمانيه، ولا أي حل يجب أن يكون في إطار الدولة السورية وبعيدا عن النزاعات الإقليمية، وبحيث أن لا يسمح الأكراد بأن يكونوا ورقة تستخدم من قبل بعض اللاعبين في الساحة السورية. المهم أن لقاءات القمة الثلاثية سواء التي عقدت في السابق أم هذه تأتي بعد أن يتم خلق وقائع ميدانية على الأرض وهنا السورية. الموضوع دكتور السيد لو سمحت لي، ما اختلف بين القمة الماضية في سوتشي وقمة أنقرة؟ ما نسمعه اليوم من الرؤساء الثلاثة لا يختلف كثيرا في المضمون، ما اختلف الوقائع على الأرض وخصوصا أيضا بالنسبة للطرف المقابل؟ وكأنه اليوم روسيا بإضافة إلى تركيا وإيران، ولكن العنوان الأساسي من روسيا بأنه نحن من نملك زمام الأمر على الأرض والمرحلة المقبلة في صياغة الإطار للحل السياسي. وسمعنا في البيان الختامي ما له علاقة بذلك بأنه أستنا ستكون هي، أو حتى ما جرى في سوتشي هو الخيار الوحيد الموجود، رغم أنه ليس بديل عن جنيف، لكن عنوان الحل السياسي هو موجود لدى هؤلاء الثلاثة. هذا ما أريد أن يقال في القمة وخصوصا بلسان بوتين، توافق؟ نعم، وأقول وأزيد على ذلك بأن روسيا تعمل من خلال استثمار المتغيرات على الساحة الميدانية في سوريا وتبدل موازين القوى على الأرض في سوريا من أجل خلق معادلات جديدة تطرح بالتالي على مائدة البحث مع الرئيسين روحاني وأردوغان، وخاصة مع الرئيس التركي، من أجل التمهيد. وهذه مسألة يجب التوقف عندها، روسيا الآن تفكر جديا في خلق حالة تسمح
بتقارب سياسي بين أنقرة ودمشق. نعم. يدرك الجانب الروسي أن الكثير من القضايا التي يتوجب حلها بما في ذلك صيانة وحدة وسلامة الأراضي السورية وحل مشكلة اللاجئين لن يتم بدون حدوث تقارب. نعم. سياسي وهذه بين نقطة مهمة. وهذه مسألة مهمة. اسمح لي أن أقولها دكتور قبلان، وخصوصا كل النقاط التي جاءت في البيان الختامي يمكن أن تكون في محل اختلاف أو حتى توافق بين الدول الثلاث. ما نقل بأنه يعني اللقاء الذي جرى على هامش هذه القمة بين الرئيس الإيراني والرئيس الروسي يعني جرى لساعة وعشر دقائق، بينما القمة الثلاثية 40 دقيقة. دكتور قبلان، مفهوم السيادة والاستقلال وهيبة الدولة السورية تراها دمشق يعني موجودة لدى الدول الثلاث بنفس القدر؟ ربما ضيفنا دكتور صالحة لم يشرح لي بالفعل ما هو مفهوم السيادة بالنسبة لتركيا، سيادة الدولة السورية. ما قاله أردوغان في هذا المؤتمر الصحفي في نهاية القمة؟ أوصل الأجوبة لدمشق؟ تحدث وأفاض حول عفرين. بداية يعني تفضلتي بأن يعني الروس والرئيس بوتين يظهر من خلال هذه القمة بأنه يعني صاحب القرار على التراب السوري أو في الداخل السوري. أنا أختلف مع هذه القراءة. لا لا، أنا لم أقل ذلك دكتور قبلان. قال أنه يوجه للأطراف الأخرى، وأنا أسأل كنت هنا بأنه هو الآن يعني ليست الأطراف الأخرى، وربما رد الألماني يشير إلى ذلك، سأشير إليه بعد قليل. تفضل. نعم، يعني طبعا نحن نكن كل الاحترام والتقدير كشعب وكقيادة وكجيش لكل حلفائنا وأصدقائنا، بشكل خاص المقاومة اللبنانية البطلة، الأصدقاء في إيران والحلفاء في روسيا، والأصدقاء والحلفاء من العراق، وكل من شارك سوريا في صد وهزيمة هذه الحرب الإرهابية الكونية عليها. لكن نحن، وهذا ليس مجاملة، هذه قناعة كل السوريين تقريبا، بأن الفضل الرئيس لما يتم إنجازه سياسيا، سواء هذه القمة في أنقرة أو القمم السابقة أو لقاءات أستانا أو لقاءات جنيف أو سوتشي، الفضل الأول هو للجيش العربي السوري ومن يقاتل على الأرض. وكلنا يعلم في السياسة من التاريخ ومن عبر الحروب السابقة ومن عبر الحرب على سوريا بأن الإنجازات الميدانية هي التي تحدد الأجندات. صحيح. السياسية لأي لقاءات، لأي مباحثات، لأي قمم، على أي مستوى. وبالتالي الفضل هو لدماء الشهداء مدنيين وعسكريين، الفضل هو للجيش العربي السوري الأسطوري الذي ستدرس معاركه في الغوطة كما تدرس معاركه في حلب وفي دير الزور في أكاديميات العالم العسكرية. ما رأيناه حتى الآن من أنفاق ومن تجهيزات ومن يعني بنية أساسية لدول كبيرة وليس لجماعات إرهابية مسلحة في الغوطة الشرقية، يدلل على حجم الإنجاز السوري الذي تم. نعم. ويتم هذه الأيام. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإنجازات الميدانية مهدت لهذه الإنجازات السياسية. روسيا وإيران كانتا دائما لهما وجهات نظر شبه متطابقة حيال الأزمة والأحداث في سوريا. الخلاف كان مع وجهة النظر التركية. وبالتالي أنا قلت بأن حتى في المؤتمر الصحفي الرئيسان بوتين وروحاني بوتين وأردوغان تحدثا بدبلوماسية. الرئيس روحاني كان أكثر مباشرة ربما في المقاربة، يعني عندما يقول يجب إعادة عفرين. هذا ما نقل عنه عن التلفزيون الإيراني، وفعلا يعني هو كان لافت بأنه يجب تسليم عفرين للدولة السورية. وكلام أردوغان دكتور قبلان نعم واضح يعني في هذا المؤتمر الصحفي. نعم. رؤيته نعم للحال. نعم. حول عفرين. نحن لن نشكك بأحد ولن نبني على الأقوال،
سنبني على الأفعال. نتمنى أن تكون النوايا صادقة، نتمنى أن تكون هنالك عبر للجميع مما حدث في سوريا، لأنه تهديد ليس فقط للأمن والسلم الأهلي في سوريا، بل الكل بات مقتنعا يعني من الصين إلى واشنطن بأن ما يجري هو تهديد للسلم في العالم وللأمن والاستقرار في المنطقة وما وراء المنطقة. ما حدث في سوريا شق العالم كله، أعاد العالم من فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والقطبية الواحدة إلى عالم مزدوج القطبية، وبالتالي أنا أعتقد بأن الكل يدرك. لكن لاحظ الفارق بين ما يقوله ترامب على سبيل المثال، يعني امبارح بده يسحب القوات من سوريا، اليوم دفعوا له الشباب، بطل بده يسحب، صار بده حتى يأكل. الآن لا يوجد دكتور قبلان تصريح بأنه يعني تراجع عن ما قاله، لكن لا لا قال بأنه يعني لا لا السعودية مهتمة قبل قليل. نعم قال أن السعودية مهتمة ببقائنا وتدفع إذا أرادت أن نبقى. لا لا لا، لكن الآن متحدث باسم وزارة الخارجية أو متحدثة يعني سبوكس وومن باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل مجيئي إلى البرنامج قرأت، ومتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أكد بأن ترامب قال الآن يعني لن ينسحب لكن سينسحب في وقت قريب، يعني خلى هذه البقرة الحلوب أن تكون متأهبة. طيب دكتور في أي لحظة يطلب ثمن بقائه. نعم طيب نعم. كل الموضوع الفرق بين هذه المواقف المتذبذبة وبين المواقف الثابتة الراسخة لحلفاء سوريا وبشكل خاص روسيا وإيران فيما يتصل بالأزمة السورية. والآن نحن نتمنى، تركيا هي دولة وازنة في المنطقة، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، وبالتالي نتمنى أن يكون هذا الثلاثي ضامنا لإنهاء. أنا مثلا ما يثير قلقي قليلا التركيز مثلا على أنه يجب الدول الثلاث أكدت على ضرورة إنهاء وجود داعش وجبهة النصرة. طيب ماذا عن الإرهابيين الذين يعني ينضوون تحت مسمى جماعات إرهابية؟ طيب هذا السؤال دكتور قبلان مهم أن نطرحه لو سمحت لي. نعم والآن يتم نقلها إلى عفرين. تفضلي. طيب سنتحدث عن هذه النقطة لأنه أيضا يعني ركزت أنت وضيوفنا على ما له علاقة بالميدان وربطه بأي آفاق للتسوية. سنتحدث عن ذلك خصوصا أنه اليوم رئيس بوتين قال أجرينا يعني عملية لا مثيل لها في الغوطة. سنرصد الواقع الميداني ومن ثم نعود لضيوفنا من خلال هذا التقرير. إذن تنتظر الأزمة السورية نتائج قمة أنقرة الثلاثية لتفعيل تفاهمات أستانا وسوتشي من أجل العملية السياسية. القمة تأتي في ظل انتصار كبير في تحرير معظم الغوطة الشرقية بمحيط دمشق، وفي ظل عملية عسكرية تركية في الشمال تسعى موسكو لتقويضها وإعادة ضبطها في لحظة توتر أمريكي تركي. ديما نصيف. قد تعود الطائرات السورية وربما الروسية إلى سماء دوما إن لم يلتزم جيش الإسلام بإتمام الاتفاق حول إخراج المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم. وقد تغلق غرفة المصالحة الروسية عند معبر الوافدين إذا بقي رهان قيادات جيش الإسلام على تحسين شروط الاتفاق بما يتناسب معها. هو الإنذار الأخير للبويضاني وأتباعه لأن دمشق والروس لا يريدون للهدنة أن تؤدي إلى تآكل مفاعيل العملية العسكرية التي أنجزها الحليفان بسرعة قياسية. سارعت موسكو وأنقرة وطهران لعقد قمة ثلاثية في أنقرة لتعزيز تفاهمات رعاة أستانا وتسريع العملية السياسية في سوريا بموجب موازين القوى المستجدة بعد تحرير الغوطة. إصرار موسكو ودمشق على استكمال العمل العسكري سياسيا بإخراج المسلحين قبل متابعة كسر العمود الفقري للمجموعات المسلحة حول دمشق في لحظة تراجعها لم يمنح الوقت الكافي للسعوديين والأمريكيين للضغط على عملية تحرير أكبر الجيوب المسلحة على تخوم العاصمة. عكس الظهور الإعلامي للرؤساء الثلاثة على منصة دبلوماسية وسياسية استعجالا إيرانيا لاحتواء نتائج تقارب الروس مع الأتراك بعد عملية غصن الزيتون والتنسيق من أجل إعادة التوازن في المثلث الروسي الإيراني التركي قبل الذهاب إلى أستانا منتصف أيار مايو المقبل. أما العملية السياسية في إخلاء المسلحين التي أراد الروس إطلاقها من خلال الضغط العسكري بعد استعادة معظم الغوطة فقد تتعثر في دوما. الروس يستعجلون إخراج مجموعات لم تتوقف عن الاستعداد لمواصلة الحرب بأي ثمن قبل التفرغ لعملية إدلب بمشاركة تركية لتصفية النصرة وتقويض أطماع أنقرة في التوسع أكثر في الشمال السوري بعد احتلالها عفرين وضربها للمشروع الكردي، إضافة إلى التقاء
حلقات توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد الإعلان الأمريكي عن تعزيز قواته في منبج لمواجهة أي هجوم تركي محتمل. فيما توازن موسكو خطواتها في الحل السياسي بين الغوطة الشرقية وقمة أنقرة، لا تزال دمشق على ريبتها من تركيا وتعتبرها قوة احتلال للشمال السوري. ومن دون إغلاقها لمعابر السلاح والمسلحين وإنهاء احتلالها، لا مسار سياسي بالنسبة لدمشق لا من أنقرة ولا من أسطرة. من معبر الوافدين في الغوطة الشرقية ديما ناصيف، الميادين. نعود لضيوفنا، نعود إليك دكتور سمير صالحة. الآن انطلاقا من المشهد الميداني الذي رصدنا واحد من أهم الإنجازات الآن بالنسبة للغوطة الشرقية للجيش السوري وحلفائه، وأنت قلت قبل قليل بأن التنازلات ما قبل التسويات، بأي إطار؟ يعني ما التنازلات التي يمكن أن تقدمها تركيا في إطار أي تسوية؟ اليوم خلال المؤتمر الصحفي كان في رسائل بهذا الاتجاه. تحديدا أعطيك مثال بسيط، موضوع تل رفعت. يبدو أنه الرئيس التركي قال هذه المرة أنه نحن على استعداد للتفاهم مع روسيا وإيران في موضوع تل رفعت، وهذه رسالة برأيي مهمة، تعكس أنه في استعداد لتلين المواقف ولإعادة ترتيب الأولويات. هذا مثال بسيط في موضوع تل رفعت، يعكس حقيقة أنه موضوع جنوب عفرين أيضا قابل للنقاش والتفاهمات، لأنه عفرين هي أرض سورية، تل رفعت هي أرض سورية. الدخول التركي كما نعرف جميعا إلى هذه المنطقة كان له دافع أساسي، هو إخراج هذه المجموعات، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة. الآن العملية تتقدم على الأرض وفي نجاح في عملية غصن الزيتون، لذلك أنا أرى أنه في المرحلة المقبلة سيكون النقاش هذه المرة سياسي بين الدول الثلاث، طبعا بتنسيق مع دمشق بشكل أو بآخر. نقطة أخرى أيضا قدر فيها مفاجأة عندما سألت عن السيادة، وهي مرتبطة مباشرة برأيي هنا بالموقف التركي، أنه أنقرة متمسكة بأنه على الجميع أن يحترم السيادة السورية، ليس فقط مفهوم السيادة يعني أنقرة وحدها في هذه النقطة. وهذه رسالة مباشرة برأيي إلى مجموعات قصد وإلى الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن تريد أن تلعب ورقة قصد، ليس في موضوع داعش بل في موضوع بناء كيان كردي مرتبط بشمال شرق سوريا وبشرق سوريا تحديدا. وهنا يكون موقف تركيا دكتور صالحة المتابعة طبعا في موقف تركيا الآن، يعني من المهم هذه التطورات ترصدها تركيا، يعني كان الموقف الأمريكي البريطاني أو الفرنسي بما له علاقة بقصد. ولكن قبل ذلك مهم أن نتحدث عن أنه موضوع السيادة السورية، وكأنه تركيا هي تصوغ مفهوم السيادة السورية، يعني عفرين هي ستبني البنى التحتية وتخصص من سيسكنها من أهاليها إن كان اللاجئين أو غيره، ومن يقوم ربما بإدارتها وحمايتها فيلق رحمن أحرار الشام الذين يتم استقدامهم من الغوطة الشرقية وربما جيش الإسلام. هذا هو مفهوم السيادة بالنسبة لتركيا؟ مفهوم السيادة بالنسبة لتركيا معروف وواضح، أنه عندما شعرت أنه في خطر من قبل تنظيمات إرهابية تطلق الصواريخ والقنابل وتستهدف الحدود التركية، تحركت لإبعاد هذه المجموعات الإرهابية والقضاء عليها وتسليم الأرض السورية إلى أصحابها الحقيقيين. هذه هي الرسالة، وهذا بشكل بسيط جدا مفهوم السيادة بالنسبة لتركيا في هذه المرحلة. هذا ما أنا أشرت إليه قبل قليل، النقاش الآن سيكون في إطار مفهوم السيادة أيضا باتجاه التفاهمات الثلاثية حول قطع الطريق على المشروع الأمريكي هذه المرة في شرق سوريا وفي شمال شرق سوريا. كيف ستكون هذه المسألة؟ هذه برأيي ما زالت غير واضحة حتى الآن. نعم. نقطة أخيرة تفضل. كما تعرفين الآن كنا نناقش موضوع البيان الختامي للقمة الثلاثية والتصاريح والمواقف، جاءنا ردين مباشرين على القمة وقراراتها. الرد الأول رباعي كما تابعت أنت أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا، يتحدث عن أنه النظام البشار الأسد بسبب استخدام الغاز كما جاء في مواقف هذه الدول الأربعة سيرحل. يعني محاولات قطع الطريق على تفاهمات أنقرة بشكل أو بآخر. رسالة غربية ثانية أيضا جاءتنا كما تعرفين في الساعات الأخيرة، ترامب
بعد ما قال أمس أنه سينسحب، الآن يقول أنه لا ينسحب بعد لقائه بقيادته العسكرية. هذا يعني أن واشنطن تريد أيضا أن تساوم على الورقة الكردية في سوريا حتى طيب. النهاية. طيب بكل الأحوال في استقباله زعماء دول بلطيق قال أن ترامب يؤكد بأن الوقت حان لانسحاب بلاده من سوريا. موضوع يعني يدرس الآليات، وبعض أيضا ما نقل بأنه بالفعل أوعز عسكريا دون أن يحدد متى للتحضير للانسحاب. ما له علاقة بشمال شرق سوريا، أثرت يعني البيان الصادر عن الدول الأربع التي ذكرتها فيما يعرف بالذكرى السنوية لما قيل يعني الاستخدام المزعوم للكيميائي في خان شيخون، وتم الحديث عن أيضا أنه جهود روسيا ليست كافية أيضا بالنسبة باتجاه النظام السوري. سيد دكتور أديب السيد، ما رأيك بهذه النقاط؟ روسيا هنا كيف يمكن أن تتعامل مع تعقيدات المشهد في الناحية الدولية، خصوصا بما أشار إليه دكتور صالحة بمفهوم السيادة في شمال شرق سوريا، وهنا الوجود للتحالف الدولي بقيادة واشنطن؟ أنا أفهم الموقف الروسي بصفتي أتابع هذا الموقف بشكل تفصيلي، على أن روسيا تتابع سياسة المراحل خطوة وراء خطوة في معالجة الموضوع، في معالجة التسوية السورية. أنا أعتقد أن روسيا تراهن كثيرا على تعاون واسع النطاق مع تركيا استعدادا لمباحثات أستنة القادمة، حيث سيجتمع مرة أخرى ممثلو السورية ممثلي الفصائل المسلحة المعارضة، وسيركز في هذه المباحثات على ضوء التجربة التي تمت في الغوطة الشرقية، وهي أنه لا فائدة من مواصلة المدابهة المسلحة، وإن من الأفضل إيجاد معالجات سياسية لكافة القضايا بمساعدة كبيرة من قبل تركيا، ولكي تضمن أنقرة استخدام نفوذها على هذه الجماعات. نعم. التي لا يزال بعضها ربما يعكس مواقف متشددة. وبالنسبة لمفهوم السيادة كما تراه روسيا، فهي ترى أنه يتوجب أن تفرض الحكومة السورية سيادتها على كافة المناطق السورية بدون استثناء، ولكن ربما كما قلت في بداية حديثي عبر مراحل متعددة وعبر تفاهمات سياسية قد يكون بعضها معقد وليس بالضرورة. نعم. اللجوء للقوة العسكرية في حسم كافة هذه الخلافات. هناك نقطة مركزية تتمسك بها روسيا، وهي أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تفرض سيادتها على كافة المناطق، ومن هنا تأتي الانتقادات الموجهة إلى أي محاولة لاستبدال أجهزة الدولة السورية بأجهزة بديلة، سواء كان هذا في شمال سوريا. وربما هذه التعقيدات يفترض أن تكون محلولة دكتور السيد بين كل الأطراف. وزير الدولة الألماني شؤون الخارجية قال اجتماع في أنقرة بشأن سوريا بمثابة قمة حرب، والحديث الآن عن القدرة على التعامل مع تعقيدات المشهد الدولي، أنت تقول بأنه سيتم التعامل روسيا خطوة وراء خطوة في إطار تفاهمات السياسية. اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور قبلان، ما رأيك بهذه النقطة بإطار التعامل أو رؤية الروسية؟ نعم. شئنا أم أبينا، صحيح أن دمشق صمدت والجيش السوري صمد، ولكن هناك تحالفات. اليوم قمة أنقرة تناقش دمشق الملف السوري دون حضور الدولة السورية، وبالتالي في قرارات يجب أن تكون يعني لهذه الأطراف حضور أكبر، وربما هي تتفاهم مع الأطراف الدولية الأخرى. تفاهمات شيء والفرض شيء آخر. روسيا صرحت وإيران صرحت في غير مناسبة بأنه لن يفرض، حتى في البيان الختامي، لن يفرض حل على سوريا وعلى السوريين. لا القيادة السورية ترضى، ولا الجيش العربي السوري يرضى، ولا الشعب السوري الذي صمد وقدم عشرات بل ربما مئات ألاف الشهداء على مدى 7 سنوات ونيف سيرضى أن يفرض عليه حل. الحل سوري سوري، هذا قرار
تفاهم من تفاهم ولم يتفاهم من لم يتفاهم. هذه نقطة. نعم. نقطة ثانية بالنسبة لموضوع الخلافات ما بين تركيا وأوروبا. يعني ذكرت ما قالته ألمانيا. قرأنا قبل يومين بأن مستشار الحكومة الألمانية يتهم الرئيس التركي أردوغان والحكومة التركية بأنها من سربت غاز السارين للجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية. يعني دائما كل إنجاز دبلوماسي وميداني سواء في الغوطة الشرقية أو سابقا في دير الزور أو حلب دائما يواكبه إثارة ملف الكيميائي. حاولوا إعادة مسرحيات الكيماوي، هذه المرة فشلوا في سوريا فأثاروه ضد روسيا بقضية سكريبال، وبالتالي ملف الكيماوي صار علكة ممجوجة بالنسبة للناس. يعني صرنا نتوقع نحن كمراقبين للتطورات السياسية حولنا أنه كل ما حقق الجيش العربي السوري إنجازا ميدانيا أو كل ما حقق مع حلفائه إنجازا سياسيا بارزا نتوقع إثارة ملف أو مسرحية إلى علاقة بالكيماوي. يعني بجوز بكرة يتطور لنووي. نعم. بس مبدئيا يعني موضوع الكيماوي، مع أن الغرب يدرك، وأنا أقرأ الصحافة الغربية بشكل دائم، الغرب يدرك 100% بأن من استخدم الكيماوي في خان شيخون هم الإرهابيون، ومن استخدم الكيماوي في الغوطة الشرقية هم الإرهابيون. وأكثر من ذلك أعطيك من القصيد بيتا، إذا لاحظت شريط شحنة السلاح التي أوقفتها قوى الأمن السورية في طريقها إلى الغوطة الشرقية قبل يومين فقط. نعم. من إثارة الأزمة بين بريطانيا وروسيا، شاهدي على اليوتيوب الآن الشريط للذخائر والأسلحة التي ضبطت في تلك السيارات، من بينها عبوة خضراء اللون وأنا شاهدتها وقربت الصورة ومكتوب عليها غاز ميد إن سولزبري، نفس المدينة التي يعيش فيها سكريبال والتي يقال إنه سمم فيها في بريطانيا. وأنا عشت ودرست واشتغلت في بريطانيا 14 سنة. يعني ما الرابط الذي تريد أن تقوله دكتور قبلان؟ أنا أقول هنالك سر ما لمح إليه الرئيس بوتين عندما قال لا تنظروا إلى التصريحات، انظروا إلى ما بعد أو ما تحت أو ما بين الكلمات، ولماذا حدث هذا. طيب. بعدما حدث في الغوطة، هذا كلام الرئيس بوتين. وبالتالي أنا أعتقد الغرب متورط، مش أعتقد، أنا أجزم بأن الغرب والدول الداعمة في الخليج، قطر والسعودية بشكل رئيس والإمارات، متورطة حتى يعني أذنيها أو آذانها بما يحدث من جرائم، بما في ذلك استخدام وتوريد الأسلحة الممنوعة في الغوطة الشرقية وفي غير الغوطة الشرقية. طيب. وبالتالي شيء طبيعي عندما ينجح الرئيس بوتين في تقريب وجهات النظر التركية والإيرانية في هذه القمة في أنقرة أن نسمع ردود الفعل. لكن تعقيب سريع جدا، أقول لك قرار ترامب بسحب القوات، شوفي ترامب يسحب قواته في حالتين فقط، إذا بطلوا يدفعوا له لأنه لن يدفع دولارا واحدا من المال الأمريكي في أي مهمة من هذا القبيل، واثنين إذا بدأ يستقبل جثث الجنود الأمريكيين في البادي باجز. نعم. في حقائب الجثث الكياس السوداء. أمس هجوم على القوات الأمريكية في ضاحية الشدادي في ريف الحسكة، قتل فيه 8 جنود أمريكان. قبل حوالي 10 أيام تحطم أو تحطيم أو إسقاط، لا أعرف، قالوا تحطم طائرة شينوك، ومن يعرف بالسلاح هي من أكبر طائرات الهليكوبتر في العالم، تحمل كتيبة يعني 70-80 عسكري بكامل سلاحهم، تحطمت على الحدود العراقية السورية وقتل جميع أفراد طاقمها. أنا أعتقد عندما طيب. دكتور قبلان سقط العديد من المعلومات التي أنت يعني نعم. تريدها ربما نعم. بعضها يعني لم نقف عنده بالمعلومة، بكل الأحوال كلها تريد أن تتحدث عن سياق آخر أو مشهد آخر خصوصا بالنسبة للتعامل الأمريكي. سنقف هنا أقل في الجملة التي قالها يعني قيلت اليوم في المؤتمر الصحفي في القمة الثلاثية بأنه لن يتم قبول فرض أمر واقع تحت ستار أو عنوان الإرهاب، وربما هذا يلخص ما كنت تريد أن تقوله دكتور قبلان. ستبقى معنا وأيضا ضيفينا ومشاهدينا. فصل قصير ومن ثم نواصل المسائية.
أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. انطلقت في موسكو أعمال مؤتمر الأمن الدولي السابع بحضور وفود من 95 بلدا بينها سوريا، وتتصدر جدول الأعمال سبل مكافحة الإرهاب في سوريا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى المؤتمر اعتبر أن خطر تنظيم داعش قادر على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم وشن هجمات كبيرة. هبة محمود. الأمن هو الهاجس الذي جمع هذه الدول. الخط الثلاثي الروسي السوري الإيراني يشكل التمثيل الأكبر لتحدي مواجهة الإرهاب. في مؤتمر الأمن هذا قالت العواصم الثلاث كلماتها. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اعتبر أن هدف التحالف الدولي في سوريا كان زعزعة الأوضاع في المنطقة، داعيا إلى توحيد جهود وزارات الدفاع دول العالم لمواجهة الإرهاب. تفاصيل أكثر قدمها رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان الروسية، الذي أشار إلى أنه جرى القضاء على نحو 65 ألف مسلح في سوريا نتيجة تعاون الجيش السوري مع روسيا وإيران. يمكننا القول اليوم أن النتيجة الرئيسية للعملية العسكرية للقوات الروسية في سوريا هي هزيمة داعش، فبعد الخسائر التي تكبدها لم يعد موجودا، ولكن خلق ظروف نهاية الحرب يعني إطلاق عملية التسوية السلمية للنزاع وإعادة مؤسسات الدولة إلى الأراضي المحررة. إيران بدورها ركزت على الحل السياسي في سوريا ووقفت ضد أي تدخل عسكري فيها. لسوء الحظ ينبغي أن أشير إلى أنه في ظل هذه الظروف لا تزال منطقتنا بعيدة عن الاستقرار، لأن أنشطة داعش لم تعلق بالكامل، كما أن التوتر الإقليمي بين اللاعبين في المنطقة لا يترك آفاقا مشرقة لتحقيق الأمن الإقليمي. أما سوريا فقد شددت على دور التعاون في تعزيز الأمن، مشيرة إلى أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة هو عدوان موصوف، وسيجري التعامل معه على هذا الأساس. ولعب سلاح الجو الروسي دورا كبيرا في الإجهاز على داعش، وخاصة بنوعية وكثافة ودقة ضرباته رغم القيود الأمريكية على استخدام الطيران. هذا إذن العنوان الأساسي لمؤتمر الأمن: هزيمة داعش في سوريا، نتائج وآفاق السلام في المنطقة. مرحلة جديدة من مراحل الحرب الباردة يبدو أن القوى العالمية قد دخلتها، وأبرز مؤشراتها وآخرها كلام وزير الدفاع الصيني من موسكو أنه على الأمريكيين يعلموا ويدركوا أن روابط قوية والتنسيق قائم بين القوات المسلحة الصينية والروسية. عبد الله ظاهر. هو عصر تعدد الأقطاب والتكتلات التجارية، ولم يعد زمن القطب الواحد والأوحد. واقع تبدى من خلال حدة التصريحات المتبادلة بين أمريكا والصين على خلفية اقتصادية وتجارية تمثلت باستهداف واشنطن مجددا المنتجات الصينية، ونشرت قائمة ب 1300 سلعة تصل قيمة واردات الولايات المتحدة منها إلى نحو 50 مليار دولار. صراع اقتصادي لأهداف متعددة، صراع الأقطاب والأحجام، والظفر بالريادة العالمية تجاريا تكنولوجيا تنمويا وغيرها الكثير. وزير الدفاع الصيني الجديد لم يتأخر بتدشين منصبه عبر رسالة قوية ومن موسكو تحديدا، حيث قال إنه جاء كي يعلم الأمريكيين عن الروابط القوية بين بلده وروسيا في تحد واضح للنهج الأمريكي الأحادي القطب. بصفتي وزيرا جديدا للدفاع في الصين أزور روسيا تحديدا لكي نظهر للعالم المستوى المتقدم لعلاقاتنا الثنائية وعزم قواتنا المسلحة على تعزيز التعاون الاستراتيجي. نزورها أيضا لدعمها في تنظيم مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وليعرف الأمريكيون أن الروابط بين قواتنا وثيق، وموقفنا تجاه القضايا الدولية موحد. ليست عابرة أن يقول الوزير الصيني كلامه بهذه النبرة ومن موسكو تحديدا، محطته الأولى في زيارته خارج الصين، تصريح برسائل متعددة وضعت النقاط على الحروف حول عمق العلاقات الاستراتيجية بين بكين وموسكو. لكن السؤال هو: هل يتحول الصراع من تجاري إلى عسكري؟ خبراء آسيويين يقولون إنه إذا مضت الولايات المتحدة في سياسة تحجيم الدور الصيني والتودد لتايوان من خلال الابتعاد عن الموقف الأمريكي الداعي إلى صين واحدة، فإن بكين ستتوجه بالتأكيد نحو مواجهة عسكرية أصبحت أكثر قربا،
رسم معالمها البنتاغون من خلال استراتيجية الدفاع القومية التي نصت على زيادة في الإنفاق العسكري الأمريكي. نعود لضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم، وأبدأ معك دكتور أديب السيد. ما قاله يعني ما سمعناه اليوم كان بالنسبة للروس وحتى تحديدا للصينيين بأنه الحديث عن أنه أنني أزور روسيا لأظهر للعالم المستوى العالي لعلاقاتنا الثنائية والنية الثابتة لقواتنا المسلحة في مؤتمر موسكو للأمن. هذه ما الذي يمكن أن نفهمه منها؟ وهي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بعنوان عسكري أم ماذا؟ حقيقة أن وزير الدفاع الصيني وهو وزير دفاع أكبر جيش في العالم أراد من خلال تصريحاته سواء خلال اللقاء الذي عقده أمس مع نظيره الروسي سيرجي شوغو أو من خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر، أراد إظهار أكبر قدر من التضامن مع روسيا خاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها روسيا حملة عالمية منظمة وحالة غير مسبوقة من التضامن الغربي مع بريطانيا في أزمتها الدبلوماسية مع موسكو التي جاءت على خلفية محاولة تسليم أو اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال. فبالتالي الصين نفسها الآن تواجه حالة عسيرة من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب منظومة الحمائية التجارية التي تبناها الرئيس ترامب، وهي أيضا تريد من روسيا أن تتضامن معها في هذه المواجهة التجارية الاقتصادية، لا سيما والجميع يعرف مدى اعتماد الاقتصاد الصيني على مخزونه من العملات الصعبة. طيب دكتور السيد، يعني بوتين قال العام الماضي في أكتوبر عام 2017 قال إنه العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى قياسي غير مسبوق من الشراكة والثقة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. هذا موجود الآن في ظل التطورات، وأشرت للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إن كان من جانب الصين أو حتى روسيا. هل يتم إرسال رسائل عسكرية، خصوصا أنه شدد وزير الدفاع قال نحن هنا من أجل أن ندعمكم؟ نعم، أتفق تماما مع هذا الطرح. وبحقيقة هذه التصريحات وهذه الممارسات إضافة إلى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الكبير جدا بين روسيا والصين، كل هذا يعتبر ترجمة لمفهوم الشراكة الاستراتيجية المتطورة بين موسكو وبكين. فبالحقيقة روسيا تراهن كثيرا الآن على دعم الصين، لا سيما وأن روسيا تعد العدة لاستقبال مزيد من حزم العقوبات التي ربما تعدها واشنطن وربما ينضم إليها الاتحاد الأوروبي. فروسيا تعد كافة الجبهات من أجل استيعاب أي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية دكتور والعالم الغربي. نعم دكتور صالحة، ما رأيك؟ هل يمكن أن يشهد العالم ولادة حلف عسكري روسي صيني جديد؟ يعني أنا أرى أنه في تحولات في لعبة التوازنات الدولية. نعم، هاجس الشرق إذا جاز التعبير الآن يقلق الغرب كثيرا. مرة أخرى نعود إلى هذا النقاش الذي كنا نطرحه قبل أكثر من قرن أو قرن ونصف. يبدو أنه أمريكا وبعض الدول الأوروبية الغربية قلقة من ولادة تحالف شرقي أو مشرقي يجمع روسيا الصين إيران وربما تركيا في المرحلة المقبلة. لذلك نرى ردة الفعل الغربية بهذا الشكل وبهذا الحجم. عندما نرى أن واشنطن الآن تسعى لإقحام فرنسا وإنجلترا مجددا في بعض الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط تحديدا، نفهم أنه هناك تركيز على بناء هذه التحالفات. لكن عندنا مشكلة أساسية، أنه البعض في المنطقة مع الأسف يريد أن يؤثر أو أن يحاول أن يحمي مصالحه من خلال التأثير في تشكيلة هذه
التحالفات أو بنيتها أو مسارها. هذه نقطة مهمة ربما قد تسبب أزمات أكبر في المنطقة. ما رأيك بذلك دكتور قبلان؟ واليوم أيضا شويغو تحدث أن التعاون المشترك مع إيران عزز الأمن في المنطقة وقضى على الجزء الأكبر من الإرهاب في سوريا. هذا يمكن أن نوصله بالنقطة التي تحدث عنها دكتور صالحة في إطار رسم التحالفات التي يمكن أن تتسع أكثر، تضم إيران وحتى تركيا، تحالفات تحمل طابع عسكري. نعم، يعني نعم أنا أتفق بأن هنالك نظاما عالميا جديدا أخذ بالتبلور في السنوات الأخيرة، وأنا أعتقد وغيري يعتقد بأن سوريا في جوهر هذا النظام العالمي الجديد، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون حلفاء سوريا مثل إيران وروسيا وأصدقاء سوريا مثل الصين وكوريا الديمقراطية في صلب هذا التحول. أنا أتفق مع ذلك. تعقيب سريع جدا، أنا أذكر في يعني آخر الثمانينات أول التسعينات وتحديدا أيام رئيسة الوزراء البريطانية السابقة والراحلة مارغريت تاتشر، سألوها ذات يوم لماذا أنتم يعني أتباع أمريكا بهذا الشكل المهين، فضحكت وقالت نحن نلعب بأمريكا ونحن الذين ندفع الأمريكان إلى عش الدبابير. حتى أذكر أن صحيفة تابلويد لندنية اسمها الإيفنينج ستاندرد نشرت رسم كاريكاتور فيه مارغريت تاتشر تجر جورج بوش الأب، نعم، كما يجر عفوا يعني الكلب برسد، وهذا كاريكاتير للإيفنينج ستاندرد. الآن اختلف الوضع، الآن هنالك قيادات هزيلة في أوروبا خاصة في فرنسا وبريطانيا، نعم، وبالتالي أنا أعتقد بأن الأمريكي هو الذي يقود الأوروبيين في هذه الفترة إلى حماقات. هو طيب. خائف جدا. أردت أن أتحدث عن الصين، لكن كل ما أردت أن أقوله قلتموه في التقرير وفي التعقيب طيب. عليه، لذلك لن أكرر. لكن أنا أعتقد مهم جدا بأن أنا أعتقد خطأ استراتيجي كارثي ارتكبه ترامب هو أنه بحماقاته وعقوباته الاقتصادية طيب. وبتحريضه السياسي قرب الصين وروسيا إلى مرحلة قياسية طيب. تاريخيا ستنعكس سلبا على توازن القوى الدولي. طيب دكتور السيد بدقيقة، ما رأيك بهذا الطرح، وإلى أي حد يمكن أن يكون هناك جانب تكاملي، بمعنى المساعدة الآن التي ستكون روسية للصين في الإطار الاقتصادي؟ أرجو الانتباه إلى أن روسيا تتعامل بحرص شديد مع حديث عن إمكانية بلورة التحالفات العسكرية، فروسيا حريصة الحرص على أن لا تنجر إلى سباق تسلح جديد مكلف وظاهر الثمن، وهي في الوقت نفسه لا تريد أن تستفز العالم الغربي أو تظهر ميولا نحو تشكيل تحالفات عسكرية ربما يرى فيها الغرب تهديدا له. روسيا ستبقى تعمل على تحليل علاقاتها المتنوعة مع الصين ومع حلفائها سواء في الشرق أو القريبين منها في الغرب، وكذلك ستعزز منظومة العمل في إطار معاهدة الأمن الجماعي والتي تضم الجمهوريات السوفيتية السابقة، بيلاروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى، وكذلك ستعمل على تعزيز منظومة العلاقات القائمة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة بريكس، وهي ستجد في الصين جدارا خلفيا يحميها في حالة فعلا حدوث مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب. ولكن أعيد وأكرر أن روسيا تتعامل وتنظر بحذر نعم. إلى مسألة بلورة التحالفات العسكرية. شكرا جزيلا لك دكتور أديب السابع الخبير في شؤون الروسية، كنت معنا من موسكو عبر الإنترنت، ودكتور سمي صالح أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. دكتور نضال قبلان سفير سوريا السابق في تركيا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. قمة أنقرة تشدد على الإعمار ومكافحة الإرهاب في سوريا والسعي إلى إعادة التوازن في التنسيق الثلاثي الروسي الإيراني التركي تمهيدا لأستنا وفرص الحل السياسي للأزمة.
بعد كسر العمود الفقري للجماعات المسلحة حول دمشق، الهدف التالي تصفية النصرة والحد من أطماع أنقرة، فهل ما زالت واشنطن والرياض وحلفاؤهما يملكون قدرة الضغط على دمشق؟ الأمن الدولي يبحث في مؤتمر موسكو، وروسيا تدعم أو تدعو إلى توحيد جهود كل وزارات الدفاع لمواجهة الإرهاب، وتؤكد أن خطر داعش مستمر وكبير. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.